نختم الجولة من صحيفة السودانية ومنها نطالع المركزي. إجراءات لاستقرار سعر الصرف. كشف مصدر مطلع ببنك السودان المركزي عن إجراءات للبنك مع وزارة المالية حاليا تهدف إلى إيجاد معالجة جذرية لاستقرار سعر الصرف. وتوقع المصدر أن تؤتي الإجراءات أكلها خلال الفترة المقبلة. وأكد في حديث لباك نيوز انسياب العمل بالبنك عقب استقالة محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي. وقال إن البنك المركزي يعمل بنظام يسير العمل وفق النظام واللائحة الإدارية بالبنك، وبموجبها يقوم النواب بعمل المحافظ في حالة غيابه. بداية، هل توجد مبررات موضوعية لأن يتجاوز الدولار 80 جنيه خلال الأيام الأخيرة حتى وصل 82-81؟ نعم، هناك مبررات موضوعية. شنو المبررات؟ العجز في الميزان التجاري، عجز موروث هو نحو 9 مليار دولار. الأمر يعبر عن كما قلت لك أنه في الفترة الماضية لازم الاقتصادية أديرت بطريقة طباعة الأوراق. ما شرط لك قلت لك أنه كانت الحكومة بتلجأ لطباعة الأوراق لمعالجة الاختلالات على المستوى الميزان العام وعلى مستوى تمويل العجز اللي كان بيحصل. نقدنت العجز من خلال ودادنا التضخم وتدهور أسعار العملة. طيب، في ظل وجود هذه الاختلالات عشان يحصل استقرار أنت محتاج لحاجتين. الحاجة الأولى اللي هو سد العجز التجاري، الفرق بين الصادر والوارد. الحاجة الثانية إذا دي صعبة لأنه تحتاج تتطلب وقت وتتطلب جملة من الترتيبات، اللي هو توفير مساعدات على شكل يعني مساعدات من الخارج تكون ودايع موجودة في البنوك توفر قدر من الاستقرار للعملة. بشكل أساسي التحدي الحكومة الانتقالية بتعمل على هذا الملف اللي هو ملف استقرار سعر الصرف عبر جبل من الترتيبات ومساعدة أصدقاء وحلفاء السودان الإقليميين. عندها ثلاثة حاجات أساسية هي شغال عليها: مسألة تقليل العجز في الإنفاق، ترشيد الإنفاق. الحاجة الثالثة الوصول لاستقرار سعر الصرف وفقا للمخططات وزارة المالية اللي يفترض يتم منتصف العام القادم بنهاية شهر 6. فعند يحتاج لجملة من الإصلاحات الهيكلية احنا أشرنا في المحور الأول من الحلقة لمسألة ما يعرف بعدد هيكلة الدعم. دي ممكن تكون واحدة من عمليات الإصلاح الاقتصادي. بالنسبة للحديث عن السوق الموازي وتجار العملة في السوق الأسود، تجار العملة شكلوا عبء على الحكومة السابقة كما هو معلوم، وما استطاعت الحكومة السابقة السيطرة عليه، وهذه الحكومة حتى هذه اللحظة لا تستطيع السيطرة عليه. كيف تتعامل مع هؤلاء التجار، تجار العملة؟ طيب، تجار العملة وما زالت اللي هو الارتفاع وتذبذب سعر الصرف، هم يتحكموا في السعر. طيب، دي أعراض لمرض. نحن يجب أن لا نتعامل مع العرض، يجب أن نتعامل مع أصل المرض اللي هو في مشكلة تتعلق بالاقتصاد السوداني. هذه المشكلة من مظاهرها ومن أعراض اللي هو الانهيار بتاع سعر العملة الوطنية. طيب، نحن يجب أن نعالج مش المشكلة، العرض، نعالج أصل المرض من خلال إجراء إصلاحات تؤدي إلى إحداث استقرار على مستوى الاقتصاد. مطاردة تجار العملة بالأساليب الأمنية والكشة وغيره والحاجات دي ما مجدية وغير فعالة. طيب، الإصلاحات اللي بتحدث عنها أستاذ محمد حتى هذه اللحظة هي بعيدة المدى، مواطن السوداني ينتظر ولو حل قريب المدى. طيب، أنت بتتكلم عن ما هو عشان نكون واقعيين، يعني في جملة في إصلاحات قصيرة المدى وفي متوسطة وفي طويلة. في جملة من الإصلاحات مرتبطة بإصلاح القطاع المصرفي، دي محتاج لها واستعادة الصيغة في الجهاز المصرفي. المزرعة بتاعت ترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض العجز دي برضه جملة من الترتيبات متوسطة وقصيرة المدى. فأيضا لا يمكن سد العجز التجاري دون إيجاد مساعدات من الخارج، دي برضه مسألة مهمة. يعني الآن الحل في إيجاد هذه المساعدات الخارجية، ليس هناك حلول أخرى. طيب، الحل هو عندك تزع عجز بتاع 9 مليار فرق بين الصادر والوارد، كيف يمكن حلها؟ على سبيل المثال، انت مثلا على مستوى الانتاج الزراعي والحيواني انت صادراتك بتقدر بنحو 2 مليار دولار. لو انفقت عليها وفقا لدراسات يعني سابقه، لو انفقت عليها 3 مليار دولار ممكن تؤديك لتجيب 9 مليار دولار او تجيب 10 مليار دولار، وممكن مرات في بعض التقديرات تزيد حجم الانفاق يصل معاك القطاع الزراعي ل 16 مليار دولار. دي جملة من الترتيبات، لكن بتاخد وقت لأنه بتتكلم عن مزرعة بتاع التغانة وبحوث، بتتكلم عن زيادة في الإنتاج والتوسع الرأسي والأفقي، بتتكلم عن قيمة مضافة، بتتكلم عن جملة من الترتيبات. لكن دي ذاتها عشان تلقى الرأسمال الأول ده أنت محتاج لمساعدة. فعليه دي واحدة من الحاجات الأساسية اللي هي في حوجة لمساعدة من الدول الصديقة أو طيب. الدائمة للسودان. هل الحكومة حددت سقف زمني لحل هذه الأزمة، أزمة الدولار؟
نعم. فيما يتعلق وفقا لترتيبات الإصلاحية الاقتصادية، الحكومة وضعت منتصف العام القادم سقف لإحداث قدر من الاستقرار في سعر الصرف. يجب أن نعلم جميعا أنه حاليا في استقرار في سعر الصرف فيما يلي الفرق بين سعر الكاش وسعر الشيك. طبعا في الدولار عنده كم عدد، يعني عدد من الأسعار، لكن حاليا في حالة من الاستقرار على ما يلي مزالة الكاش والشيك، تبقى مزالة التصاعد والهبوط وفقا لحركة السوق. طيب إلى أي مدى أنت متفائل بالحلول اللي تعمل فيها الحكومة حتى اللحظة؟ طيب عادة الاقتصاد ما مش بنتحدث عن وعود وتفاؤل، نتحدث عن أفعال وانعكاساتها على أرض الواقع، لذلك يجب أن نحكم عليها وفقا لهذه المعايير.